تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمهرة البحرينية ظهرت فيه وهي تعتذر للشعب البحريني وأهله بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله لها وهي ترقص ترحيبا بالسعوديين عقب سريان قرار فتح المنافذ البرية. واعتذار جدا كبير لأبونا وأبوي جلالة الملك حمد بن عيسى وجميع شيوخنا. الذي اعتذرت فيه عن رقصها لاستقبال السعوديين بما أني ست بحرينية مقيمة في البحرين ومستقرة فيها، وجب علي الرد والاعتذار لجميع الشعب البحريني لأربع سنوات ونصف مستقرة في البحرين. ما صدر مني شغلة أو حدث شيء يزعل أهلي، وهالمرة أنا زعلتهم فوجب علي الاعتذار. وأضافت المهرة البحرينية: تواصلت مع الكل وبلغتهم اعتذاري في مكالمة هاتفية قبل حتى ما أطلع في سناب. بنات ديرتي، تحب أوجه لكم رسالة، أنتوا فخر لي وأنتوا أخواتي، إذا زللت غلطت فأنتوا تنبهوني، شكرا لكم. كانت هاي المرحبة لحق نفسي وتعبير عن قبولنا بكل شيء اللي حصل غلطتي، وين أمس وين نزلت العرض بمناسبة دخولهم البحرين، استنكروا زعلوا مني لأن أهلي زعلوا مني، وين الغلط هو أني نزلت على الساحة وزرفت وهي يخالف عاداتنا وتقاليدنا في البحرين اللي ما أعرف عنها أو ما كنت سمعت عنها من قبل، فوجب علي اليوم أني أطلع وأعتذر منهم. وبعد نشر مقطع فيديو اعتذار المهرة البحرينية، تباينت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليها التعليقات، ما بين مرحبة باعتذارها وأخرى مهاجمة لها. ومن بين التعليقات كتب أحد المتابعين: بيكفي شجاعتك أنك بتعتذري وما كبرتي، غيرك بتعتمد فيديوهاتهم على الرقص وما همهن اعتذار للجمهور. وعلق أحد آخر قائلا: بذمتكم هاي اعتذار؟ في أحد ما يعرف العادات والتقاليد؟ نفترض الواحد ما يعرف، طيب ما يعرف أنه رقص البنت في الشارع قدام الريايل حرام وعيب وغلط؟ وآخر كتب: كانت حركة سخيفة وما لها داعي، أنا صدق استغربتها، ما لها أي لازمة الحقيقة. وجاء رقص المهرة البحرينية بعد إعلان مسؤولين في وزارة الداخلية السعودية السماح للسفر خارج السعودية وتفعيل قرار السفر عبر المنافذ البرية، حيث نص القرار على اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة وحفاظا على الصحة العامة.